النائب كمال أحمد رسالة حول واقعة لقاء النائب توفيق عكاشة مع السفير الإسرائيلي، وأنا أعتبر كنائب وكمواطن مصري أن حذاء كمال أحمد سيدخل التاريخ، وأنه يعبر عن رفض الشعب المصري للتطبيع مع إسرائيل، وأنه يذكرني بواقعة الصحفي العراقي الذي ضرب ألقى الحذاء في وجه بوش عند زيارته بعد سقوط العراق. وأعتقد أن كمال أحمد كشاهد حي على ما دار في هذه القاعة التاريخية ورفضه لاتفاقية كامب ديفيد، وتم تحويله من قبل رئيس مجلس الشعب في ذلك الوقت المرحوم سيد مرعي إلى لجنة القيم في مجلس الشعب لاتهامه لاتفاقية كامب ديفيد باتفاقية العرب.